احنا اليوم في مستشفى ثابت بنستضيف وفد طبي من الخارج، من امريكا، من تشيلي، من دبي، للحالات اللي بحاجه للاسنان، الى الحالات الخاصه، نقص اكسجين، شفاء ارنبيه، حالات خاصه راح تكون. طبعا احنا اليوم راح يختلف شويه، رايحين نعمل في مستشفى ثابت ومستشفى درويش نزال في قلقيليه. احنا اعتدنا بالسنة نستضيف وفد الأسنان مرتين بالسنة في مستشفى ثابت. احنا بنشكر الأطباء اللي بيجوا من الخارج يساعدوا أطفالنا، خصيصا هاي الحالات، حالات خاصة ما في أطباء متواجدين على مستوى الضفة انهم هم يعملوا لهم أسنانهم، خصيصا هاي حالات بحاجة لبنج كامل، بنوفر عليهم تعب، مجهود صحي ومجهود مادي. الحالات هاي أنا اشتغلت مع موضوع هاي الحالات المعقدة شوي في أمريكا، ومبسوطة كتير إنه إحنا جايين عشان نساعد الحالات، لأنه بعرف إنه بفلسطين مش متواجد الكوادر الطبية أو المعدات اللي بتساعد هاي الحالات الخاصة. فكتير مبسوطة إني أنا جزء من هالأميزنج تيم اللي جاي عشان نساعد الأطفال، نعالج الأطفال اللي عندهم مشاكل طبية اللي لا يعالجوا في العيادات الخاصة. بس المرة هاي غير، لأنه جبنا معنا أخصائية الوقاية، هي بتساعدنا كثير، لأنه مش بس بدنا نعالج الأولاد وبدنا نساعد الأهل كيف يعانوا الأولاد للوقاية في طب الأسنان. هذا أهم شيء، لأنه العلاج ممكن بس الوقاية أحسن من العلاج.